انا فجأة فرحت لقيتني شغرت وشفت الدنيا سيبوني انبسط. انا احب حاجات اجيب طلبات اكل ببلاش واخرج خروجات ما تيجي عسل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات رغالي تشو. في حاجة كده مهمة جدا يا جماعة، طبعا انتوا عارفين بتكلم عن موضوع المشاكل الأسرية بين الزوج والزوجة بطريقة كده يعني بنتناول المشاكل كده، نتمنى نتعلم ونضحك. هنضحك طالما في زوجة يبقى نضحك، طالما في أنثى يبقى هنضحك، طالما في أنثى يبقى هنتنكد. أحي 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 يا أبو سوسة أحي. طب إزاي؟ في إيه؟ بص يا جماعة، يعني في حاجتين تبعد فيهم عن الست تماما. اول حاجة حضرتك انك تستناها وهي لسه عشان تخرجوا، فتجهز نفسها عشان تخرج هي والولاد. تاني حاجة انك تبعد عنها خالص وهي بتنقي هدوم او بتشتري هدوم او لبس. ابعد عنها. هتروح فين؟ هو ده سؤال يا راجل، هتروح فين؟ روح مطرح ما تروح، اطلع في العربية واقعد، ما عندكش عربية اطلع على محطة الاتوبيس واقعد. الحالة دي لازم تهرم، دي اخر فرصة وإلا حد المشكلة. مفهوم؟ مفهوم. ولا يهمك، اهمط السجن حد المشكلة. لان هي غالبا هتطلع عينك في الحاجتين دول. طيب الحاجة الاولى، اول حاجة زي ما قلنا ان هي هتلبس وخلاص هتخرج. انت بص من اول كده احنا خارجين ولابسين، الكلام ده تقوله لها، انت عامل حسابك تخرج الساعه 6، الكلام ده تقوله لها الساعه 10 الصبح، اللي هو انت اساسا بتاكد عليها على كلام امبارح بالليل الساعه 8 بالليل، فانت بتقولها 10 الصبح بتاكد عليها وتجهزوا وتلبسوا وتخلصوا تمام. ففي الوقت ده انت تنزل محطه القطر، تقطع تذكرتين لابو سنبل، تتفرج على الاثار ومعبد ابو سنبل. رايح جاي وترجع، يا دوبك هتلاقيها لسه بتحضر الشنطه، يعني اللي هي شنطه الايد اللي هي هتحط فيها يعني الكمامه والبتاع وشويه الحركات دي، فانت برضو تقوم نازل عشان برضو يعني ايه تكسب وقت، يعني تكسب وقت، تغسل عربيتك، تظبطها، توديها بنزينه، تروح تمون، تروح تغير زيت، تعمل اي حاجه في عربيتك، ترجع تلاقيها دوبك بتلبس الشوز وجاهزه خلاص. فانت عشان ما توترش نفسك انت تعمل حاجات اللي بقول لك عليها دي، تذكرتين ابو سمبل، تروح اسوان تقعد كده تستريح 5-6 ساعات كده تتوسح شويه فيهم وترجع بالقطر تاني. او يعني بص، او اقول لك على حاجه احسن، انت تنزل تقابل صحابك اللي ما شفتهمش بقالك سنين، وتنزل تتفسح وتنزل تشوف دنيتك، وممكن ترجع تلاقيها برضو لسه بتحضر الشنطه اللي هي مستعده بيها بتاعت اليد للخروج. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ يعني الحاجه الثانيه ايه؟ الحاجه الثانيه ان حضرتك وهي بتشتري اللبس ابعد عنها. يعني بص، ولا تحددها ميزانيه، ما تقولهاش هنشتري في حدود كذا، اوعى تحدد ميزانيه. أنا يستحيل أسمح لك ترتكب الغلطة الشنيعة دي، يستحيل. كفاية اللي حصل لده. حصل لك زي أشرف. أشرف مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. أشرف أنا واحد صاحبي ما أعرفوش. مات الله يرحمه. تمام؟ أشرف ده يا عيني نزل وقال لها يا أنا معانا في جنيه الشيك اللي أنت عايزاه، يعني طقمين كده حلوين وشويه حاجات كده ماشي تمام. اشرف نزل ورجع الكريدت، خلاص خلص الكريدت، مات الله يرحمه بتاعه انتهى، وخلص الكاش بتاعه، ويا ريته عاجب واتخانق وخناقه رب السماء يعني، وخدت الهدوم الجديده وراح تبيعها عند مامتها. فتعملش زي اشرف بقى، عشان اشرف ده غلبان بصراحه. تمام كده،
فيعني او زي ما بقول لك كده انت سيبها بقى, اديها كريدت وسلم امرك لله وانت راضي. اوعى تعمل نفسك زعلان او انت زعلان او بتفكر تزعل او تفكر تتضايق. ليه تتضايق تزعل؟ مراتك فلوسك حبيبتك مش فارقه كتير يعني, ما راحتش بره يعني, فما تزعلش. وتقعد بره ليه؟ هتقعد بره, بص مش هتسيب البروفه ليه؟ هتاخد لك خمس ست رطب معاها, خمس ست مش عارف بوديزات على تيارات على ايه على براتين على جاب يعني. بص يا معلم انت هتتكحول في الموضوع ده يعني. انت بص يعني شوف ايام ما كنت تروح شوف نتيجه بتاعه الثانوي وبتاعه اعدادي وبتاعه كليه, كان الامور بالنسبه لك كانت اسهل. الكليه اللي كنا بننزل في الفجر ولكن النتيجه تبقى بتتعلق, فكانت النتيجه فكان الامور دي كلها النتيجه اسهل بكتير جدا من انك تقف تستناها وهي بتنقي. فتقعد في العربيه, لما تقعد في العربيه هتجيبك برضه, هتجيبك هتقول لك تعالى بص شوف عشان ما يبقاش واسع ولا ضيق ولا يبقى فانت ايه رايك ايه رايك ايه. فتعمل حسابك وانت في العربيه تجيب لب وزداني بقى برضو بتاع, ويعني لو رز بلبن طبق رز بلبن على طبق كشري على طبق كمالة, لانك هتوه كتير كتير جدا. كنا حر والكوف نار والوش قمر من الانتظار. فانت تعمل حسابك في الحوار ده عشان بس ايه تتسلطن كده بقى. ولو عندك تليفون غرامي اعمله, لو انت مثلا اعمل يعني, ما انت بقى خلاص بقى تستاهل بقى بصراحه. ما سايباك وهي قاعده جوه عماله تقيس بقى لها ساعتين ثلاثه ومحتاره تنقي ايه ولا ايه, فخلاص بقى انت حر بقى, انت اللي جبتين نفسك بقى. ف وتخش كل شويه, ايه رايك في ده؟ حلو جميل. تطلع ترن عليك تخش تاني, ايه رايك في ده؟ ما انت قلت لك اللي فات حلو, لا انا شايف ان ده احلى, خلاص ده جميل جميل جدا ماشي خلاص يلا خلص عشان نروح عند الكاشير ماشي شويه. وتقف عند الكاشير مستني بقى تجيب حاجه وتيجي, لا ما جاتش, ايه في ايه؟ لا والله ما عجبنيش يعني. بعت على الواتس لاختي قالت لي لا, بعت على الواتس لبنت خالتي قالت لي فانا اثق في اختي ما اثقش في بنت خالتي. يا سلام. طب وانا؟ لا انت طبعا رايك يهمني, بس انت ليك الايه الواسع والضيق والكلام ده كله تتكلم فيه. ناقص حاجه واسعه؟ ماشي خلاص مش هلبس حاجه ضيقه خلاص بقى, انا يعني كده كده ما بحبش الكلام ده خالص. طب الحمد لله. تقوم مختار لك حاجه خمسه, فترجع في العربية يعني خلاص بقى انت ايه مستنى تختار حاجة بقى وتخلص. فتبص تفوجئ برضو بتليفون تاني يا مؤمن, عارف تليفونات امن الدولة كده حاجة زي كده يعني, حاجة زي تصحيك في نص الليل كده وتقلقك, هي تليفونات زي دي. لا خلاص انا قررت اخد ده فيلا. المهم ما علينا عشان ما تعبكش يعني, انت عارف انت كأنك انت يعني ايه في معاناة يعني. لو حساب الاخرة مش هيبقى زي كده ما افتكرش يعني, هيبقى في رحمة. دول ما بيرحموش يا ابني, ما بيرحموش والله ما بيرحموا. فانت يا باشا اليوم ده تعتبره اسقطه من حياتك. مات الله يرحمه. بجد ويعني حاول ما تفتكروش, لانه انا عارف هيكون سايب عندك ذكرى مؤلمه جدا. فانت يا ابن الحلال لما تيجي الناس دي اديها الفلوس وقول لها نق انت براحتك يا حبيبتي, وابعتي لها على الواتس الصور واقول لك رايي. يبقى انت كده زيك زي مين؟ زي خالتها او بنت خالتها او اختها. كده احسن يا عم, خد الفلوس يا بابا واصرف اللي انت عايزاه, والسلام عليكم ورحمه الله. بس كده انت ريحت دماغك يا باشا وقاعد برنس في الواتس وتبعت لك كل شويه الصور. ما يبقى خلصنا في الحوار ده كده وانتهينا. فده يعني افضل حاجه يا باشا, وتستقبل ده حلو, وخليها بقى تنقي بقى براحتها بقى وتعيش براحتها, وربنا كتب لك عمر جديد والله. كان معاكم هين, اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم, وما تعتبروش الفيديو ده كانك رايح تشتري حاجه من مراتك, فمش هتعمل لايك وسبسكرايب والشير يعني. ها ماشي, سبسكرايب واللايك والشير. كان معاكم مات الله يرحمه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.